متصل، آخر متصل بعد لأن ما عندي وقت. زينب تفضلي. عليكم السلام، صوتك شوي علي. زينب صعدي صوتك شوي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ شلون صحتك؟ تفضلي أختي حياك الله. عندي سؤال. تفضلي. سيدنا اتقدم لي شخص، بلي، وأنا وافقت عليه، وبعد مرور اتكلمت وياه مرور سنة وتركني، وأنا يعني دائما كئيبة وحزينة، وحتى قمت أفكر بالانتحار. أقول شنو يعني، هو خطبك خطبة يعني خطبة من أهلك وصار عقد؟ لا هو بس، لا ما صار عقد، بس يعني جو أهله، هو كان يعني بالخارج. صحيح. وظلت أسمع يعني سنة، زين. بعد سنة هو تركني. وأنت متأذية، إيش قد عمرك يا زينب؟ سيدنا موالد 80. موالد 80. الله يعطيك العافية، إن شاء الله أنا أتكلم في هذا المجال، مشكورة. الدعاء من عندك سيدة المدعين. الله سبحانه وتعالى يفتح عليك إن شاء الله تعالى، وأدعو لك أيضا. زينب تقول تقدم لي شخص ووافقت عليه ولمدة سنة إحنا متواصلين، والآن تركني وأنا متأذية وأنا متكئبة وأفكر أن أنهي حياتي. يا بابا زينب، زينب، أولا تجارب الإنسان كثيرة بالحياة، وهذه التجربة اللي تمريتي عليها لا يعني آخر الطريق، لا يعني نهاية الطريق. الإنسان المتدين، الإنسان المتوكل على الله، يبدأ حياته. تركك مو مشكلة، الحمد لله اللي تركك قبل أن يتزوج. لو كان متزوجك وصار طفل وتاركك كان أتعس القضية. فعلي حال احمد الله أنه شنو، احمد الله، إيه شكري الله أن يا ربي أنت كشفت أن هذا مخوش ولد، خلص ولا تفكري به، واطلبي من الله سبحانه وتعالى أن شنو، أن يوفقك لمشاريع أخرى. إشغالك، إشغلي نفسك بأشياء اللي تشغلك عن هذا التفكير، واطلبي من الله سبحانه وتعالى الرزق الواسع. الرزق الواسع مو بس بالفلوس، أن يرزقك الله سبحانه وتعالى ولدا صالحا، رجلا طيبا صالحا مؤمنا. وأعلمك شيء وهذا مهم، استغفري الله، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه، بنية رزق شنو؟ الزوج، رزق الزوج. وإن شاء الله تبشرينا بعد فترة تتصلين تقول سيدنا إجاني خوش ولد وخلوق ومتدين والحمد لله راح نتزوج إن شاء الله تعالى. اللهم بمحمد وآل محمد اشف صدرها وأرح بالها وافتح عليها بابا يسعدها في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. يظهر